فعلا مدينه العلمين يعني مدينه مبهره جدا، وتحولت من مدينه تحديات الى نجاحات كلنا لمسناها، وكلنا يمكن الفتره اللي فاتت من الشركه المتحده كنا متواجدين في مدينه العلمين، وانا بشوف ان انا كنت موجوده هناك في تخطيط برنامج صباح الخير يا مصر. لا فعلا حاجه فوق الخيال والسحر يعني. يعني الناس بقى اللي لسه فاضل لهم يعني لسه ما راحوش ده اسبوع، لو بجد لازم يعني ما يفوتوش الصيف او الويك اند اللي جاي من غير ما يكونوا متواجدين في مدينه العلمين. ممكن تقضي يوم واحد بس هتستمتع بكل حاجه موجوده فيها. ده حقيقي جدا. صحيح، لانها فعلا مدينه لكل المصريين. كنا بقى يدينا اخبار الطقس ايه والمرور. نروح العلمين بقى نشوف الجو حلو. اكيد حلو هناك. لا هنا بقى قول لنا.